ومعنا عبر الانترنت من باريس الباحث في القانون الدولي الدكتور اسماعيل خلف الله. مرحبا بك دكتور اسماعيل. بداية، كيف تابع الشارع السياسي والشعبي حادث اليوم في فرنسا؟ اولا تحية لكم وللمشاهدين الكرام. ما نستطيع تسجيله على هذه الحادثة انه كان عمل انفرادي، لم تكن هناك مجموعة، كان عملا ابتزاليا غير مخطط له. هذا العمل الإرهابي انتقل من الى المدن الصغيرة، هذا ما يسجل على هذه الحادثة، انه هو اول عمل إرهابي يتم في عهدة الرئيس الجديد ماكرون. هذا كذلك ما نستطيع تسجيله على هذه الحادثة اليوم، هو أن عملية القضاء على المهاجم وتحرير الرهائن تمت بسرعة مقارنة بالعمليات السابقة، وبالتالي فنحن نقول أن هذا عملا إرهابيا واضحا. ولا يؤسفنا أن الإعلام الفرنسي، بعضا من الإعلام الفرنسي سارع ونسب هذا العمل على أنه عملا إسلاميا. المصالح الأمنية وما صرح به وزير الداخلية الآن يقول بأن هذا الشخص هو عمره 25 سنة، فرنسي من أصول مغربية، وقام هذا معروف لدى السلطات الأمنية، له سوابق عدلية، له هذا غريب. يعني السلطات الفرنسية كما أشرت أكدت أن المعتدية مسجل لديها، ألا يعد ذلك تهاونا أمنيا من السلطات الفرنسية؟ نعم، هذا ما نستطيع تسجيل هذه الملاحظة، لأن هذا الشخص قلنا أنه له سوابق معروف لدى المصالح الأمنية، له أحكام بالسجن موقوفة التنفيذ، له عقوبات بمناسبة سرقات، له كذا، فكان من المفروض و يعني مطروح على الأفيش آس، يعني هذه الوثيقة أنه موضوع في القائمة القوائم الخطيرة. وإذا كانت هناك يوم أوروبا، هناك إحصائيات تقول بأن هناك 30,000 من الخلايا النائمة، وفي فرنسا تفوق 11,000 من هؤلاء. ليس في فرنسا فقط عفوا دكتور اسماعيل، اليوم يبدو كان ثقينا على اوروبا امنيا. هناك انباء تحدثت عن اشتباه الشرطه البريطانيه في سياره بمركز ويستفيلد التجاري، هل هناك اي ربط بين حادث فرنسا وحادث هذه السياره في لندن؟ انا في اعتقادي لا نستطيع ان نربط هذا بهذا، ولكن هذا التنظيم داعش الان هو يصطاد مباشره، يتبنى هذه العمليات كما لاحظنا سابقا في الحادثة التي حدثت في نيس، ذلك الهجوم الذي حادثت الرفس أو العفس التي ارتكبها ذلك الشخص من أصول تونسية، وسارع تنظيم داعش لتبني هذه العملية. وبعد ذلك بعد التحقيقات الأمنية أظهرت بأن هذا الشخص ليست له علاقة بداعش ولا ليست له علاقة بالتدين. نعم. يعني هو كذلك كان رجل غير متدين. وبالتالي فهؤلاء، أنا أقول يعني من يقف وراء هذه الأعمال إذن من وجهة نظرك، من يقف وراء هذه الأعمال؟ وفيما يتعلق بوضع المسلمين في أوروبا، إلى أي مدى ستؤثر مثل هذه العمليات في وضعهم؟ هذه العمليات وأثرت على صور الجالية المسلمة في أوروبا، ولاحظناها من خلال القوانين التي جاءت والتشريعات الجديدة التي سنت ضد المهاجرين وضد اللاجئين. هذا التضييق، هذا الحادث يستطيع أن تستثمر في سياسة ماكرون الأمنية التي ينوي تطبيقها. هذه الحوادث يستطيع أن يستثمر فيها السياسيون وخاصة اليمين المتطرف، هم دائما يستثمرون في هذه العمليات، فالعمليات ما تزيد الجالية المسلمة في أوروبا إلا سلبا، وما تزيدها إلا وبالا، على أن
والحقيقة أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يتبنون هذا العمل على أنه إسلامي، كل هذا الأفراد الذين يقومون بهذه الأعمال ليست لهم علاقة لا بالمساجد ولا بالتدين ولا بأي هذا، ولكن هذا التنظيم أريد له أن يقول اليوم هذا التنظيم يشهد تضييق في 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 العراق، يشهد تضييق في سوريا، يشهد التضييق، وبالتالي فهو اليوم يريد أن يوصل رسالة إلى أوروبا على أن هذه العملية أنه موجود وموجود في أوروبا، وأن فرنسا وأوروبا تواجه هذا الخطر، وأن هذه العمليات ممكن أن تكون يعني رسالة واضحة إلى أوروبا على أن هذا الخطر. أخيرا، من تداعيات هذه أن يعيد عمليات إرهابية مثل هذه العمليات. أخيرا، من تداعيات هذه العمليات في أوروبا، هل رصدتم تزايد عمليات عنف على المسلمين في الآونة الأخيرة؟ لا، منذ الأحداث التي حتى وأن نسجل هذه الملاحظة أخرى، أن هذه العملية جاءت بعد فترة هدنة، يعني فترة مدة يعني بين العمليات التي جرت من قبل، فهناك مدة تعتبر يعني هناك مدة فترة هدنة. نقول أن هذه الحوادث أثرت سلبا على الجالية المسلمة في أوروبا، قلت من خلال التشريعات، من خلال التذكير، من خلال المعاملات اليومية التي نشهدها. نحن نشهد أن المعاملات على مستوى الأفراد، يعني على مستوى الأفراد، كانت المعاملات قبل أن تحدث هذه الوقائع لم يكن المسلمون يعاملون بما يعاملون بهم اليوم. المساجد، هناك تضييق على المساجد، هناك تضييق على الجمعيات الدينية، وهناك نعم. دكتور إسماعيل خلف الله، أشكرك، وعلى طالبي اللجوء. أشكرك دكتور إسماعيل خلف الله عبر سكايب من باريس، باحث في القانون الدولي.